تسمعوا كثير وكثير من الفتاوى حول هذه المسألة اللي هو الخروج على الحاكم. أولا أحيانا بتكون في فتاوى غير بريئة، يجوز بعض الناس يقول طب ما هو بيستخدموا نصوص شرعية. نعم، هو النص الشرعي ممكن يستخدموا ناس ويستغلوا جهل الناس بفهم الدين ويقولوا لهم موجودة نصوص شرعية بتقول كذا كذا. ثم قاعدة خذوها دايما في مثل هذه المسائل، فقهاء السلاطين لا يؤخذ منهم. مين ما يكون مهما بلغ من العلم والتقوى، طالما انه صنيعة السلطان او يرتزق من السلطان يرتزق، ما نقبل منه فتاوى في هذه المسألة. ممكن نقبل منه في الوضوء، في مسائل الحيض، في مسائل بعيدة عن هذه المواضيع، لكن هذه المواضيع صنائع السلطان والقريبين من السلطان واللي بيرتزقوا من السلطان ما بنفع فتاواهم في موضوع السلاطين. ليش؟ معروف ليش. معقول الواحد يبيع دينه، ممكن ما يبيعش، هو يسوي يعني يجتهد، يعتبر نفسه مجتهد مش عم ببيع، تمام، يبقى مجتهد. اما الدين امانه، الدين امانه. ولذلك صحيح الناس تتبلبل اليوم كثير في الفضائيات وفي الانترنت وخروج على السلطان وما نخرجش على السلطان وتفاصيل. هو هذا الكلام في النهايه مآلاته كويسه من اي باب، لانه كيف الشعوب اصلا بصير عندها وعي، كيف بصير عندها وعي في الدين وفي الدين وفي غير الدين، لما بكون في امور مطروحه وتجادلوا هون نسمع من هون نسمع من هون نسمع من هون. ها، بعض الناس يعتبرها بلبله. لا، هي مش بلبله، هاي في النهايه بتصعد ايش وعي الناس، لانه في النهايه الناس بدهم يسالوا بدهم يعرفوا. ها، هذا بكون في النهايه خير. واذا اراد الله نشر فضيله طويت اتاح لها لسان حسودي. شك. طيب نشوف ايش الحكم الخروج على السلطان.